أنا أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي إن شاء الله. الإنسان محتاج قلب، كلى، كبد، قرنية، رئة. أنت ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير، مش شخص واحد بس، وفي نفس الوقت انت مش هتخسر حاجه. يعني الجسد ده هيفنى، هينتهي، هياكله الدود. بقول الكلام ده انا سالت شيوخ مستنيره اذا كان ده حلال، وقالوا لي انه حلال جدا جدا، واتقال لي منهم كمان ان يعني ان هم شخصيا معلنين ده ومتبرعين باعضاء جسدهم السليمه بعد وفاتهم.